المنقوشة. الله يرحم أهل أول، ما تركوا شي ما قالوا، والله يحمي أهل هلأ، ما تركوا شي من حكي أهل أول إلا وقالوا. من يومين انذكرت قدامي نهفة يلي صارت على محطة فضائية كانت عم تغطي أحداث الثورة بسوريا، لما شاهد عيان من حمص قال للمذيعة أنه القصف شغال على أبو موزة. قامت المذيعة بكل عفوية سألته، وأين تقع منطقة أبو موزة بالضبط؟ طبعاً تحولت القصة لنكتة متداولة بحماس وبكل سوريا، لدرجة أنه الحماسنة اختاروا دوار بمدينتهم وسموه تندراً دوار أبو موزة، ودرجة التسمية فعلاً. هلا هي النكتة حلوة، مع أنه المذيعة كانت جدية ومهتمة بدقة المعلومات، وكل ذنبة أنه إنها ما كانت بتعرف أنه أبو موزة هو تعبير سوري بينضرب للدلالة على الكترة والغزارة والعشوائية. بس يا ترى شي يوم خطر لنا نحن الشعب المقفل نسأل حالنا من وين إجا تعبير أبو موزة؟ لك شو قصته؟ أنا رح أحكي لكم قصته. كان يا مكان بقديم هالزمان، رح نترك حمص ونروح لحلب ونرجع بالزمن شي 200 سنة لورا، أيام ما كانت رياضة المصارعة دارجة بحلب وباقي مدن بلاد الشام. بتقلكن هالحكاية إنه بالقرن 19 إجا على حلب مصارع من بلاد بعيدة. كان هالمصارع مشهور بقوته وعنفه، وكان معروف للكل إنه ما حدا بيقدر يغلبه. بقعدة من القعدات تحدوا الحلبية إنه يهزم مصارع حلبي اسمه أبو موزة، وعلى رهن إنه إذا ربح المصارع الضيف بيقدموا له كل يوم ملز وطاب من أكل حلب على حسابهم، ويستضيفوه 3 أيام معزز مكرم، بس على شرط يغلب أبو موزة بالأول. ضحك المصارع الضيف يلي بحياته ما غلبه حدا، وأنه معقول يغلبه واحد مين قال له أبو موزة، وحس أنه الكبب والمحاشي الحلبية تقدموا له على طبق من ذهب وقبل التحدي. ونمد لكم هالسجاد الأحمر قدام قلعة حلب، واجتمعت الجماهير لتحضر المصارعة، وقدر أبو موزة فعلا ينهي المباراة لصالحه بضربتين بقفة إيده، ومن شدة حماس الجماهير ارتفعت البواريد وصار ضرب رصاص بحياته ما صار. وليلتها كل ما كان حدا بحلب يسأل لك شو هالصوت، كان يجي الجواب صار ضرب الفشك لأبو موزة. ومن يوميتها لهلأ بينذكر اسم أبو موزة للدلالة على الكترة والوفرة. هلأ يمكن هالقصة ما تكون صحيحة، وبيجوز تكون، مين بيعرف؟ تبقى الأمثال وبتنتسى قصصة، وبيجي أنا بالمنقوشة لأحكيها وإرويها. المنقوشة.